مساء الخير. النهاردة ووسط كل أخبار الحرب المستمرة في أوكرانيا، لسه أصداء جرس الإنذار المصري في شرم الشيخ لوقف الحرب بتتردد في العالم. النهاردة روسيا بتأكد على لسان نائب وزير خارجيتها أندري رودينكو أنه مفيش عندها شروط مسبقة للتفاوض مع أوكرانيا. في نفس الوقت في أخبار عن أن أمريكا وحلف الناتو بيدرسوا الشروط اللي على أساسها ممكن تحصل مفاوضات سلام بين موسكو وكييف. لكن الواقع على الأرض حتى الآن هو أنه أعداد ضحايا الحرب وخسائرها بيزيد في كل لحظة، وبيزيد مع التهديد اللي بيتعرض ليه العالم كله بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب احتمال خروج الحرب عن السيطرة. ومن هنا بتيجي أهمية النداء العالمي اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ امبارح، وطالب فيه بوقف الحرب في أوكرانيا. هذا النداء المصري هو في الواقع نوبة صحيان للعالم كله اللي بقاله شهور واخد موقع المتفرج على مشاهد الصراع الدولي الكبير والخطير على الأراضي الأوكرانية. ولما نشوف الهدف من قمة المناخ في شرم الشيخ هنلاقي ان دعوة الرئيس السيسي كانت في وقتها المناسب في مكانها الصحيح، لان العالم المشغول في شرم الشيخ بخطر التغيرات المناخية كان محتاج تنبيه لخطر تاني موجود بالفعل، وهو خطر هذه الحرب المدمرة المستمرة من فبراير اللي فات. واذا كانت التغيرات المناخية لها تأثيرات اقتصادية سلبية على دول العالم، فتأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي كلنا عارفينها ولمسينها وعايشينها. وإذا كانت التغيرات المناخية بتهدد مستقبل الكرة الأرضية، فالخطر النووي برضو بيهدد هذا المستقبل وبطريقة أعنف وأشد، لأن التهديدات النووية قائمة وقاتمة. يعني هي قائمة وقاتمة بصراحة في حرب أوكرانيا، من أول الهجمات العسكرية على موقع محطة زابوريجيا النووية إلى الاتهامات الجدية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن الاستعداد لاستعمال القنابل القذرة في الحرب. القنبلة الواحدة من هذا النوع ممكن تلوث مناطق كبيرة جدا بالإشعاعات النووية، وهذا التلوث مش من النوع اللي شاغل العالم النهاردة في قمة المناخ، لكنه مع ذلك أخطر من أي تلوث آخر. وإذا كان العالم حريص على مواجهة الاحتباس الحراري في قمة المناخ، فإزاي هيقدر يواجه تأثير سحب الانفجارات النووية اللي ممكن تدمر الحياة على الكوكب كله فترة قصيرة؟ وده طبعا في حالة وصول الصراع الدولي لمرحلة الحرب النووية الشاملة اللي هيكون ضحاياها 5 مليار إنسان حسب آخر تقدير. فهل تطورات هذه الحرب فعلا ممكن توصل العالم كله إلى محرقة نووية لا تبقي ولا تذر؟ محرقة أكيد هتكون أخطر من مشكلة زيادة درجة حرارة الأرض درجة أو اتنين. هذا السؤال عن المخاوف من تطورات الحرب في أوكرانيا سؤال أصبح مطروح في العالم كله، لأن نيران الحروب زي أي نيران تانية صعب جدا إن احنا نتوقع اتجاهاتها أو نتائجها. والطبيعي إن أي حريق لو اتساب بدون تدخل بيخرج عن السيطرة ونتائجه بتكون كارثية بكل تأكيد. ولما نشوف التصريحات الرسمية في أكتر من دولة ليها علاقة بالصراع في أوكرانيا هنلاقي كلام عن احتمال حصول حرب عالمية ثالثة، وكلام تاني عن الترسانة النووية لأطراف الصراع، ده غير تجارب الصواريخ البالستية المستمرة. يعني الخطر النووي مش خطر وهمي، الخطر النووي موجود فعلا. امتداد مساحة الحريق الأوكراني لدول تانية وارد جدا، لكن النداء المصري بإطفاء حريق أوكرانيا بيخلي العالم ينتبه إلى أن الأخطار اللي بتواجهنا كلنا متصلة ببعضها، وإن الخطر اللي بيواجه العالم بسبب مشاكل المناخ زيه زي الخطر اللي بيواجهه بسبب الحروب، مع الفرق إن آثار الحرب في أوكرانيا واضحة جدا وتأثيرها مباشر على اقتصاد العالم كله وعلى الأزمات اللي بيعيشها. فمن باب أولى إن العالم زي ما بيوحد جهوده في مكافحة التغيرات المناخية
انه كمان ياخد موقف موحد عشان يوقف الحرب في أوكرانيا ويبدأ من دلوقتي في علاج آثارها اللي هتستمر لفترة طويلة حتى لو الحرب وقفت حالا في اللحظة دي. عشان كده الدعوة المصرية للسلام من مدينة السلام شرم الشيخ هي دعوة واقعية ومخلصة، هدفها استقرار هذا العالم المضطرب في لحظة تاريخية استثنائية، شعارها نكون أو لا نكون مصر جديدة. أهلا بكم.